السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي متابعات صفحة إيموبيليوم الباقي في عقار آخر وفرصة أخرى لكم أنتم خصيصا متابعين الفريق انت أنا راه جاب لكم عرض آخر من أروع ما يكون وجاب لكم قلب الحبة من ألقى الأحياء في ولاية أم الباقي بالتأكيد حي تقفت الهادئ والشيك متابعين فيلا من أروع ما يكون للناس اللي تحوس على حاجة أوت ذا بوكس ولا خارج الصندوق متابعين قبل ما نبداو شرفونا بإعجاب وتعليق شباب على هذا العرض الرائع ويلا نبداو مع بعض. العقار نتاع اليوم جايب مساحة إجمالية 580 متر مربع فيها 200 متر مربع مبنية على طروا فصاد انتيريور ينسى الفصاد برينسيبال. لي بتي ديتاي وفينيسيون اللي موجودة في المساحة الخارجية تخليك ترتاح خاصة مع الحديقة الموجودة على طول الواجهات الثلاثة لهذا المنزل. والمنزل تاعنا راهو يحتوي على كامل لينيسيسارو كامل لي كوموديتي من شوفار سنترال في كامل مستويات العقار حتى البشاو اللي جايه بسعه اكثر من 5000 لتر والى غايه لي ماتريول اللي معمول عليها هذا الفيلا لاوت كاليتي. متابعينا راح نديكوفريو مع بعض هذا التحفه الفنيه بدايه من المدخل الرئيسي للمنزل اللي تقابلنا فيه الواجهه الاولى اللي فيها لونتري برينسيبال بلس اون بوكس للمركبه تاعك. وعندنا ايضا في هذه الزاويه كما راكم تشوفوا معنا متابعينا سانيتير بلس لوجارد خاصين بالحارس نتاع هذا المنزل. فوالا كما راكم تشوفوا احبابنا نكملوا العرض هذا ونمشيو على طول الواجهه الثانيه اللي تقابلنا فيه هذا لوجاردان فيها انواع مختلفه من الاشجار المثمره متابعينا حاجه بزاف بزاف انتريسونت ونقطه ايجابيه اخرى نمدوها لصاحب العقار اللي ابدع في هندسه هذا المنزل. راح نروح مع بعض للواجهه الخلفيه وللواجهه الثالثه متابعينا اللي راح تصيبوا فيه خصوصيه جد جد مضمونه ومحكمه وتصيبوا فيها ايضا البشا ولاشوديال الخاصين بهذا المنزل وراح نصيبوا فيه ايضا مدخل ثانوي دخل مباشره للمطبخ ولهذا لاصالامونجي وهذا القاعده الشابه. يعني متابعينا صراحه هندسه هذا الفيلا كانت فريمون انكرويابل ورغم ان المنزل تاعنا فيه ثلاث واجهات الا ان الخصوصيه فيه جد جد مضمونه ومحكمه. خاوتنا كانت هذه الجوله الصغيره اللي درتوها معنا خاصه بالمساحه الخارجيه لهذا المنزل وحبيت نقول لكم تبعوا معنا العرض هذا للاخير باش تشوفوا المفاجاه والمنظر اللي موجود في اعلى هذا المنزل. المنزل هذا راه متكون من ثلاث مستويات متابعينا. المستوى الاول يحتوي على مدخل رئيسي فيه دو بلاكار ويتكون ايضا من شومبر دامي بلس هول كبير ولا اوبن سبيس مع قاعه صالات زائد غرفة استقبال من أروع ما يكون راح تشوفوها معنا بعد قليل إضافة إلى سانيتير وسال دو با هذا كامل واش كاين في المستوى الأرضي بلا لا كويزين اللي شفتوها معنا قبل قليل. المستوى الثاني متكون من سويت اللي فيه اون شومبر برينسيبال بلس حمام صغير بلس غرفة ملابس ومتكون أيضا من ثلاث غرف أخرى منفصلة زائد سال دو با إي سانيتير. أما المستوى الثالث اللي راح يتكون من غرفة وحيدة مع هول كبير ولا أوبن سبيس وغرفة غسيل زائد سانيتير ودو تيراس في دو فاصاد ديفيرون متابعينا. أما المستوى الأخير اللي حتصيبوا فيه تيراس كبيرة بنظرة خرافية بانورامية خاوتنا. الآن هذه كامل المعلومات اللي تحتاجوها تقريبا بخصوص كامل لي بياس اللي موجودين في كامل مستويات هذا العقار. لي بياس كامل متابعينا راهم مخدومين خدمة نقية وفي المستوى وكامل المواد الاوليه المستعمله في هذا المنزل من اعلى جوده من رخام مستخدم في لاكاج ديسكالي حتى للرخام المستخدم في المطبخ اللي راح يكون جالاكسي بيان سور متابعينا حتى السيراميك عالي الجوده الى غايه لي بلافون في كامل لي بياس اللي عندنا ايضا في هذا المنزل راح يكونوا في اعلى جوده حتى الغرفه الاستقبال اللي صراحه نمد لصاحب العقار 10 سور 10 كونه اختار الالوان والديكور والتنظيم بطريقه جد احترافيه ومدروسه. كمية الراحة اللي موجودة في المنزل راح تعجبكم متابعينا وأيضا راح نتكلموا على الإضاءة الطبيعية واللارياسيون 10 سور 10. علاش متابعينا 10 سور 10؟ لأن العقار تاعنا راهو جاي في مكان ما شاء الله بالقرب من إقامة والي الولاية وغابة الصنوبر وفيه ثلاث واجهات راح تخلي الإضاءة الطبيعية تتسرب لكامل أرجاء المنزل مع الهواء الطبيعي صراحة برافو. وأيضا نقطة إيجابية أخرى نمدوها لصاحب العقار كون العقار نتاعو بيان سور جاي في مكان استراتيجي وما فيهش اللي رايح واللي جاي يعني فريمون راح تعجبكم من جهه الهدوء. ولي شومبر في هذا المنزل كامل ايضا افيك دريسينغ وكامل واسعين ومخدومين خدمه نقيه ما شاء الله. والمنزل هذا متابعينا راهو بعقد ملكيه ودفتر عقاري يعني كاينه فقط ملاحظه صغيره بخصوص الصفقه انه تقدر تخلي كامل الاثاث ولا تتخلى عليه يعني صاحب العقار مد الحريه الكامله للزبون متابعينا. الان راح نخليكم متابعينا احبابنا تشوفوا باقي ارجاء هذه التحفه الفنيه وتشوفوا المنظر من اعلى المنزل وانا ان شاء الله نكون وصلت اكبر قدر ممكن من المعلومات حول هذا العقار
متابعينا. انا ما بقى لي غير نقول لكم اللي عنده عقار للبيع ولا الكراء ما عليه غير يتواصل معنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فرجة ممتعة لباقي أرجاء هذا المنزل. سلام.